مشاهدونا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وتلاقي جديد عبر ظلال الأصيل وعبر هذه الشجرة الوريفة. نلتقي اليوم من خلال هذا المساء وبداية أسبوع موفق لكل المشاهدين، إن شاء الله كل الأمور بخير وعافية مشاهدينا ومتابعينا، ودائما فقراتنا حاضرة من خلال ظلال الأصيل ومجموعنا من الفقرات المختلفة. حنبدأها مشاهدينا الكرام مع أحد التجارب الشعرية في السودان، يوسف عبد الرحمن الرضي الشيخ وكتاباته المختلفة ما بين العامية والفصيحة. وأيضا عندنا فقرة أو مبادرة جميلة جدا، أصنع فرقا بكتاب، وده حيكون عبر الأمين العام للصندوق القومي لرعاية الطلاب والمهرجان القومي السابع للطلاب ذوي الإعاقة. وأخيرا مشاهدينا حنختم بواحدة من الفقرات ممكن تكون فيها تنمية وتطوير لمجتمعاتنا السودانية من خلال افتتاح النادي الأسباني بالخرطوم. والابتداء مشاهدينا يمكن حتكون في وقفة فيها عرفانا وعطاء للذكرى الثانية للموسيقار بوسة محمد إبراهيم من خلال هذا الفيديو. أهلا بكم. أهلا وسهلا بكم في هذه الأمسية من منتدى إلاف الثقافي للأداب والثقافة بالتضامن مع نادي القوس، حيث تقام لمسة وفاة وتجديد عهد للرمز الثقافي الكبير الموسيقار موسى محمد إبراهيم. هذا الرمز الثقافي الذي لحن العديد من الأعمال لعمالقة الفن السوداني أشهرها ماضي الذكريات، وأيضا قام بتوزيع نشيد ملحمة أكتوبر التي لحنها محمد الأمين، ولحن كذلك الوسيم القلب رادو لأحمد المصطفى، ولحن لحن الحياة لعثمان الشفيع، وكفاية كفاية للفنان عبد العزيز محمد داود. متابعة طيبة نتمناها لكم. تأبين الموسيقار الراحل موسى محمد إبراهيم، وهذه هي السنوية الثانية اللي هي بتوافق يوم 8/12/2022، وكانت السنوية الأولى في 2021/8/12 وفاته في الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا منتدى إيلاف الثقافي للآداب والثقافة والفنون برعاية من نادي القوس لهذا اليوم أو لتأبين هذه الشخصية أو هذا الموسيقار المتفرد موسى محمد إبراهيم. السبيعين انتدبوه من القوات المسلحة إلى الإذاعة السودانية رئيس قسم الموسيقى بالإذاعة والتلفزيون إلى 76،
وبعد 76 77 انتقل الى الامارات، اشتغل في ام الجوين، كون الفرقه الموسيقيه لاماره ام الجوين من 77 الى 83، وبعد ذلك انتدبوه الى مدرسه في الموسيقات العسكريه بالعين، اللي هو اسس برضو الفرقه الموسيقيه للمراسم تحت قصر المنهل، فمن 83 لغايه 2005، وبعد ذلك هو نزل معاه شو الحمد لله. يتوفى طبعا في 8/12/2020 في الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية فيرجينيا. نادي الجوز كما هو معلوم من الأندية العريقة جدا على مستوى الخرطوم، وبيحمل اسم منطقة عريقة. تأسس هذا النادي في العام 1958، كان بالدرجة الرابعة يبان تلك الفترة، وتدرج من الدرجة الثالثة إلى الثانية إلى الدرجة الأولى، ويمكن هو من أول الأندية اللي حققت إنجاز إحراز الدوري بدون هزيمة، ده في الجانب الرياضي خاصة في كرة القدم. ويمكن نادي الجوز زي ما تفضلت قلت إنه هو بيحمل اسم منطقة عريقة جدا، أو هي مدينة لا زالت تحتفظ بكل طباع القرية وموروثاتها من تكافل وتعاضد وكثير من القيم. الكلام ده يمكن أرغب ظلاله على التكوين الهيكلي لمجلس الإدارة، ومنذ نشأة هذا النادي يعني كان بيحمل على عاتقه يمكن الرسالة السامية والدور المجتمعي للنادي. شكرا جميلا لمراسل ظلال الأصيل الزميل عبد الحليم، وكل المشاهدين اللي بتواصلوا معنا من خلال هذه الفقرة اللي كانت فيها لمسة وفاء كبيرة جدا في إحياء الذكرى الثانية للموسيقار موسى محمد إبراهيم.